أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من حكاوي العمران. حلقتنا اليوم جديدة مميزة. متواجد المستشار مجدي عبد المالك الخبير القانوني. أهلا وسهلا بك يا مجدي. أهلا بك يا مستشار. نورتنا نورت قناة الساعة برنامج العمران. ربنا في البداية كده عايزين نعرف مين المستشار مجدي عبد المالك. مجدي عبد المالك من مواليد العجوزة وأنا في الأساس صعيدي. ودخلت مهنه المحاماه ديت عن حب. حب في المحاماه؟ اه طبعا. قانون انا بصبعًا. عرفت ان خبر خبير قانوني كمان. اه اه اه. ما انا ماسك آه مستشار قانوني كم شركه كده عده يعني. شركات يعني. اه, آه. طب اصعب القضايا اللي واجهت حضرتك كمحامي وكمستشار قانوني؟ بص هو بالنسبه للمحامي او المستشار القانوني ما فيش حاجه صعبه بالنسبه له. تمام. آه بتبقى على حسب القضيه نفسها اللي جايه له يعني آه القضيه دي مثلا جنايه او آه مدني فاحنا اساسا انا اساسا اكتر شغل اشتغلته شغل مدني آه وجنائي يعني اصعب قضيه قابلتني كانت آه جنايه أكل جناية قتل اه اه كان متهم فيها ثلاث افراد م. ودي خدت مجهود جامد وعملت فيها دفاع كويس مع هيئه دفاع من مكونه من كم محامي معايا يعني والحمد لله خدت براءه يعني الحمد لله انت آه الحمد لله خدت براءه اه خدنا براءه كان في اي صعوبات يعني مثلا؟ لا هي كان فيها مشاكل بالنسبه لل للدواير نفسها بس لكن يا الصعوبات اللي لك ان انت تبين لهيئه المحكمه نقط اللي هي بتديك البراءه في نفس القضيه يعني مثلا اختلاف شهود محاضر الضبط التحريات كده يعني فانت بتطلع الثغرات اللي هي تظهرها للمحكمه على باساسها تاخد البراءه تمام وطبعا في الاول والاخر بيرجع للمحكمه اذا تيقنت لشيء فخلاص ملف قضاء المخدرات قانون صعب تمام ملف في المخدرات قانون صعب صعب يعني بتتعامل مع قضايا المخدرات ازاي؟ والله بص هي بالنسبه لقضايا المخدرات احنا بنشوف المتهم فيها هل هو فعلا بريء ولا لا وبتبان معانا من محضر التحريات والتحقيق وكده يعني انا جاني قضيه من اخر حاجه يعني المتهم واخد فيها عشر سنين مم. ف دي, دي المميزه بالنسبه لحضرتك يعني آه, آه, اه انا انا اكتر حاجه شغلتها يعني شغلت مخدرات بس مش كتير ولكن الجنائي اللي هي القتل دي وبجانب الشغل المدني واخد بالك؟ فبالنسبه للمخدرات انت بتشوف القضيه نفسها هل محضر الضبط معمول سليم مفيش فيه اي ثغرات للمتهم ففي الحاله دي خلاص بيبقى الموضوع مفيش فيه نقاش انت مجرد بس دفاع لشرف المهنه فقط لا غير. ولكن لو الـ الـ فيه صغرات في ثغرات في في التحريات في محضر التحقيقات في محضر الضبط يعني. بتستند في <applause> اذن النيابه بتستند للحاجات دي طبعا وبتشوف اي ثغره انت بتحاول كمحامي بتطلع اي ثغره في القضيه على اساس تطلع بيها براءه او تجيب حكم مخفف للمتهم نفسه يعني طب ايه رايك في تحليل المخدرات للموظفين؟ بصفه عامه يعني الموظفين سوائين القطاعات الحكوميه العامه يعني والله هو هو ده شيء كويس جدا آه على اساس ان هو بيحافظ على آه مصالح المواطنين في نفس الوقت انت لما تروح لموظف وهو بيتعامل بيتعاطى مخدرات ولا بتاع ايا كان نوع المخدرات اللي بيتعاطاها فحتى هو في اسلوبه وفي كلامه انهاء مصالح الناس برضو ما بتبقاش مظبوطة وممكن تتعرض لرشاوى من نفس النوع ده طبعاً يعني اه اه طبعا يعني. طبعا مم. آه موظف ممكن يقول لك عز مخدر او حشيش او اللي لو بتعطاه يعني بتبقى كنوع من انواع الرشاوى فطبعا دي في حد ذاتها كويسه على اساس ان الموظف يبقى ملتزم ومحترم في التعامل مع الناس لكن بالنسبه للسواقين دي مهمه جدا جدا وانا شايف ان دي احسن حاجه اتعملت ان يتعمل تحليل اه, آه طبعا للسواقين في في الطرق دي ممتازه جدا 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 م. لان ده بيعرض حياه الناس للخطر اكتر من الموظفين طبعا م. يعني انت متخيل مثلا سواق يبقى سايق عربيه نقله او بتاع بيجري بطريقه هستيريه فده بيبقوا متعاطين اي ماده مخدره بالنسبه لهم يعني فدي مش مش كويسه لكن الكويس ان هم بيعملوا الكلام ده ويحللوا ويعاقبوه بالقانون ويعاقب عليه بالقانون مده قضايا المخدرات اللي هي بتنتهي بالانقضاء مدتها قد ايه؟ بص هو جميع قضايا المحاكمة <applause> <اللي هو> مدد بالانقضاء <applause> اي قضيه جنيه ليها مده بتنقضي فيها العقوبه اذا كان غيابي او حضوري يعني مدتها قد ايه مثلا خمس سنين ثلاث سنين؟ لا هو بالنسبه للجنح بتبقى ثلاث سنين غيابي مم. وخمس سنين حضوري طبعا جنات بتختلف بتوصل لغايه 30 سنه تمام حضرتك مستشار قانون لعده شركات نعم. يعني واغلبها شركات زراعيه اه في مشاكل واجهتك مثلا في الزراعه في استصلاح الاراضي والله هو بتبقى معوقات مثلا وقفت مع حضرتك هو بص هو المعوقات بتبقى مع تقنين يعني لو انت واخد ارض مثلا وضع يد من العرب و وبتزرع وبتصرف عليها جامد وكده فبتبقى المده اللي, اللي بيخلصوا لك فيها الاجراءات في الهيئه بتاع هيئه التعمير بتبقى طويله قوي يعني مده رخمه قوي قوي ازيد من اللازم. اه لا في معاقات من هيئه التعمير نفسها؟ اه اه طبعا طب ليه؟ طبعا. شغلهم ما تقدرش تدخل فيه. يعني انت ممكن تعمل اجراء مثلا ياخد سنه واثنين وثلاثه. تمام. وده شيء مش مش كويس. بالك بالنسبة لأن أنا ببقى أرض وأنا بصرف عليها على أساس إن أنا ملكها من الدولة، لأن أنا بقيم عليها مشروع خاص بيا يعني. سمعنا عن في مشاريع لحضرتك كتير أه يعني آخر مشاريعك إيه والله أنا أنا بجهز إن شاء الله أنا وأخويا في في مشروع ثروة حيوانية يعني. إن شاء الله بدأنا في تنفيذ البنية الأساسية. وان شاء الله السنه دي يشتغل باذن الله وينتج كويس، لكن احنا شغالين في مجال اصلاح الاراضي. المجال, <applause> المجال الزراعي؟ اه اه زراعه. اصلاح <applause> الاراضي. اه يعني احنا زارعين مثلا دلوقتي شجر زيتون على حسب الارض بقى وامكانياتها بتصدرها يعني ولا؟ لا لا انا ماليش في التصدير، احنا بنتعامل سوق محلي. ايا كان بقى التعامل، بس طبعا انا لسه عندي الزراعه جديده ما ما انتجتش لسه. لكن اشتغلت زرعنا محاصيل موسمية اللي هي زرعت بنجر برضو ما كانش مجدي بالنسبة لي وزرعت قمح برضو بالنسبة لي أنا ما كانش مجدي لأن الخبرة في الفلاحة برضو بعلي عمل كبير قوي يعني م. على أساس إنك تدي الإنتاجية اللي هي المفروض تاخدها من من الزراعة طيب مجدي بيه أنت إزاي بتتعامل مع مع الأواضي لو المحامي نفسه بريء؟ يعني المتهم. المتهم نفسه بريء سوري آه كانسان بقى كمحامي انسان انت عارف لو هو اللي هو بريء بس العقوبه عنده لازم اللي في حبس انا دي بتتعامل آه مع ازاي؟ انا قلت لحضرتك ان انت آ آ المحامي شغلته يظهر ما كان مخفي في الاوراق اوراق القضيه نفسها ولكن في الاول والاخر بترجع لهيئه المحكمه اذا ممكن. تيقنت ان ده فعلا <applause> مرتكب الـ الـ هذا الجرم فبيعاقب عليه ده بيبقى يقين المحكمه ولكن انت بتظهر بعض الجوانب اللي هي الخفيه في, في القضيه يا دور المحامي على الحياد نفسه يعني اه طبعا المحامي حياد يعني انا مش انا اللي بدي مش انا اللي بحكم انا ترى عن المتهم ولكن الـ 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 القضاء هو اللي بيقول كلمته في الاول وفي الاخر طب نطلع فاصل كده نرجع لكم بعد الفاصل ونجدد لكم التحيه مع المستشار مجدي عبد الملك المستشار القانوني مجدي بيه بعد اذنك عايزين لو في زوج وزوجه يعني جايين يرفعوا قضيه انت بتنصحهم في ايه ولا بترفع القضيه على طول ولا بتعمل ايه؟ بص دي من قضايا الأسرة طبعا والمشاكل دي كتيرة قوي في البلد ونسبة الطلاق كتيرة وكده طبعا هو المفترض ان انت الاول بيبقى في محاولة صلح بينهم قبل القضية يعني بتنصح الزوج والزوجة وخصوصا اذا كان في اولاد يعني طبعا لو حد... المحامي انسان قبل ما طبعا انسان يعني ده آه بشر آه آه فطبعا هو بيبقى في حته الانسانيه دي الاول بينصحهم آه اضرار الطلاق ايه واضرار الخلع ايه ومشاكله ايه بالنسبه ليهم واذا كان في اولاد طبعا بيتاثروا بالكلام ده جامد قوي قوي يعني اه بترجع على الاولاد بمردود سيء يعني دي وخصوصا ان هو يعني انا شايف ان نسب الخلع كتير ونسب طب تنصح بايه؟ الطلاق والله انصح الـ 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 الزوج والزوجه يتراجعوا بالنسبه لاي مشكله بينهم يعني مش بمجرد ان تبقى المشكله صغيرة نكبر مم. الموضوع وطبعا انت عارف الستات عندنا في مصر اول حاجه تقول لك طلقني هي مش فاهمه القصه بس ايه عشان كرامتها <applause> فتطلب الطلاق بدون اي حاجه تقول لك انا عايز اتطلق ممكن تكون هي يعني مش مدركه ان الطلاق ده بالنسبه لها ضرر وبالنسبه للعيال لها مش حلو يعني حته هدي البيت دي برده مش حلوه وال... وهدي الاسره ده شيء مش مش كويس طبعا وبيدفع نتائج على الاطفال طبعا انت بتطلع عيل الجيل اللي بيطلع ده مثلا يشوف امه وابوه بيتخانقوا وشتائم وضرب واهانات وبعدين نخش محاكم وبعدين ايه ايه معنى ان يعني ايه الزوج والزوجه يخشوا محاكم وشرطه قصص مش مش انا شخصيا بكره الكلام ده اساسا ما بملوش نهائي لو حضرتك قانون نهائي بيحبس قانون الاسره ده لا لا نهائي 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 انا ممكن مثلا يبقى حد في مشكله و وأنتدب وانتظر ان انا اتدخل عشان الصلح اه اتدخل الصلح لكن حتى الطلاق دي اقول لهم لا انا حتى بيبقى في حد مقرب جدا يعني مثلا هنا خلاص وصلنا لمرحله الطلاق وعايزين نطلق فانا ارفض احضر القعده دي لو انا اروح الصلح اصلح م. لكن حتى الطلاق دي شوفوا حد غيري تمام ماليش في الطلاق انا لكن انا اصلح بينهم اه وبعدين خلي بالك يا برضه بالنيه انت لما بتبقى ناوي انك بتروح لشيء وهنا داخلك ان انت تصلح فربنا بيوفقك وتصلح اه والله ولكن لو انت رايح بقى وفي نيتك ان ما يبقاش في صلح او ايا كان يعني بتروح الموضوع انت متجدر منه او مش على مزاج مش قوي فما بيتمش صلح طبيعي عشان خاطر الاطفال برضك و... لا هو بنقول احنا دي المفترض ان يبقى فيه اه تريث في الامور دي بالذات هو مش ك... واحد بقى مرات قلت له لا طلقني ولا روحي وانت لا برضه لا ما انت برضه كراجل عقليتك غير الست يعني المفترض ان انت بتدرك الامور شويه أكثر من إن يعني انت الاداره انت اداره مش بمجرد ما هي تقول لك مش عارف ايه تحس بقى ان انت اتجرحت في كرامتك لا ده انا اعمل بس لا هو كان انا هقول الشخصيه مع الزوجه ولا مع الزوج والله هو مع معزوج الزوجه يعني <applause> 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 انا انا عرفت من حضرتك ان انت درست تحكيم دولي اه اه هل التحكيم الدولي بيفيد في حل القضايا بص هو طبعا التحكيم ده كنوع من انواع حل المشاكل وخصوصا المشاكل التجاريه وفي عادات العرب اللي بتتعمل لما بيكون في جريمه قتل او بتاع في الصعيد وبيعملوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا عادات عادات عرف اه عادات عرفيه وصلح وبتاع وفي النهايه بتخلص بـ بـ بالصلح فدي بتبقى اساسها التحكيم والتحكيم ده مفيد جدا وبيشيل عبء شويه عن القضاء آه ان الناس ما بتلجاش للمحكوم وخصوصا في يعني انت معظم العقود اللي بتتعمل في عقود بتعمل فيها آه في حاله النزاع اللجوء الاول للتحكيم وبعد كده التحكيم ما فنلجا للمحاكم فالتحكيم كويس جدا بالنسبه للشغل التجاري اكتر حاجه يعني اكتر حاجه للتجاري كويس تمام هو التحكيم انواع لا هو في العقود لا التحكيم الدولي انواع يعني ليه بنود معينه لا لا مش بتكلم على بنود انا انا بتكلم ان هو لما بيبقى في لا حق. هو التحكيم الدولي نفسه انواع ليه بنود مثلا اكيد طبعا طيب, طيب حضرتك كلمنا عن القانون المدني أه ايه الاجراءات بتاعته والله بس القانون المدني ده اجراءاته بتبقى مطوله شويه ولكن هو بتبقى على حسب الاتفاقات العقود اللي مجرمه او اذا كان في مثلا مشاجره فتحولت لجنحة او كده فدي بترجع لاكتر حاجه اللي هي بالنسبه للشركات اتكلم على الحاجات التجاريه اكتر حاجه بالنسبه للشركات ان بيبقى منصوص عليها في العقد اي اتفاق بيتم بيبقى منصوص في العقد كل شيء بتبقى انت نفسك تعمله بينك وبين الشريك دوت في المشروع فبيتكتب في العقد الملك إيه قبل الختام عندنا النهارده مناسبه عشان عيد الشرطه تحب تقول ايه لقيادات الشرطه البواسل يعني. والله انا اوجه لهم التهنئه لرجال الشرطه أه وهم يعني عنصر الامان في البلد في الداخلي وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين ودايما متواجدين ودايما الامن مستتب بيكم ان شاء الله شرف للدوله نورتنا نورت قناه الساحه والجمال ونورك حكاوي العمران ربنا يخليك ولا لقاء محمد العمران